أهلا بكم في قناة أنس أوفيس الإخبارية. فاجأت الفنانة الشابة حلا الترك ابنة المنتج البحريني محمد الترك متابعيها بلوك شبابي أنيق وجريء، أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. وشاركت حلا متابعيها عبر حسابها الرسمي على انستغرام صورا لها بمظهر شبابي مثير، إذ تألقت بفستان بسيط مخطط كما اعتمدت مكياج صارخ وملفت. ولاقى اللوك الجديد لحلا إعجاب عدد كبير من متابعيها، حيث اعتبروا أن هذه الأخيرة تبدو أكثر جمالا ومبهجا، فيما اعتبر آخرون أن حلا الترك لازالت صغيرة على ارتداء هذا النوع من الثياب، خصوصا أن الفستان مكشوف من الأعلى ويكشف صدرها. للمزيد من الأخبار تابعونا على قناة أنس أوفيس يوتيوب فيسبوك وتويتر.